السلام عليكم عزائي، عندنا اليوم سلطه ديال الطماطم بجبن الريكوتا والخيار. غنحتاجو في المكونات طماطم كميه حسب الرغبه، سيبولات من الاحسن تكون طريه، انا عندي يابسه او توم قصبي، نعناع كذلك من الاحسن يكون طري، انا عندي يابس، ابزار، ملح، توم غبره، جبن الريكوتا والخيار محكوك. اول حاجه غادي نفرغوا الطماطم ديالنا من اللب ديالها ونرشوها بشويه الملح ونعملوا هاد الصفه. صلادي غادي نعملوا جبن الريكوتا، نضيفوا ليه شويه الملح، شويه الابزار، الخيار، نضيفوا شويه من الثوم بودره، شويه ديال السيبولات، قليل من النعناع، ونخلطوا هاد المكونات كامله حتى تجانس لينا. تنعمروا الطماطم ديالنا في الحشوه ديال الجبن الريكوتا وتنزينوها حسب الرغبه وتنعملوها في الثلاجه على الاقل 4 السوايع او 5 السوايع قبل ما نقدموها. في الصحه والراحه.